السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. رسالة من الشعب المغربي إلى الشعب الإسباني، خاصة في فالنسيا. بسم الله الرحمن الرحيم. إلى الشعب الكريم في إسبانيا، خاصة في مدينة فالنسيا، نتوجه بأطيب التحيات والتضامن في هذه الأوقات الصعبة التي يمر بها العالم بأسره. إننا شعب المملكة المغربية نرسل لكم رسالتنا الصادقة من القلب، تعبر عن تضامننا ودعمنا لكم في محنتكم الحالية. ندرك تماما الصعوبات التي تواجهونها جراء الأحداث الأخيرة التي شهدتها منطقتكم فالنسيا، ونشعر بالحزن والألم لما تعانونه مجتمعكم من تداعيات هذه الأحداث. إننا نقف بجانبكم محبين ومتضامنين لنعبر لكم عن تعاطفنا العميق ودعمنا الصادق في هذه الظروف الصعبة. الشعب المغربي يعرف قيمة الصداقة والتضامن، ونؤمن بأهمية تقديم العون والدعم للأصدقاء في الأوقات الصعبة. إن ما صابكم هو مصابنا، وألمكم هو ألمنا، ونحن هنا لنقدم لكم كل ما يلزم من دعم وتضامن للتخطي هذه التحديات بالتعاون والتكاتف. نعلم أن الأوقات الحالية يتطلب تضافر جهود الجميع لمواجهة الصعوبات والتحديات التي تواجهونها جميعا كبشر. فلنتحد يد بيد بقلوب صافية وإيمان راسخ بقدرة الإنسانية على تخطي الصعوبات والصمود في وجه الظروف القاسية. نشيد بجهودكم الباسمة في التصدي للمصائب، ونثنى على شجاعتكم وإصراركم على البقاء في ظل هذه الظروف الصعبة. إن إخوانكم في المملكة المغربية يقفون بجانبكم جاهزين لتقديم كل الدعم والمساعدة التي تحتاجونها في هذه اللحظات الصعبة. ندعو الله عز وجل أن يلهمكم الصبر والقوة، وأن يحفظ شعب إسبانيا جمعاء من كل مكروه وسوء. في المملكة المغربية ندعو لكم بالشفاء العاجل والسلامة، ونعبر لكم عن تضامننا الكامل ودعمنا الصادق في هذه الظروف الصعبة. فلنعلم معا بقلوب متحدة وعزماء صلبة لتجاوز هذه الأزمة بالتضامن والتعاون المشترك. إننا معكم شعب إسبانيا العزيز في كل خطوة على طريق الشفاء والتعافي. تفضلوا بقبول فائق الاحترام والتقدير من الشعب المغربي إلى الشعب الإسباني، خاصة في فالنسيا. والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.